نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي لاخبار فرق النادي الاهلي مع مراسلتنا سالا حامد من مقر النادي في الجزيره. يا سالا صباح الخير عليكي في البدايه. يا صباح الفل يا نهاوند ويا صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والاجواء اللي متعلقه بالنادي الاهلي سواء اللجان الفريق الاول لكره القدم او النشاط الرياضي. يعني خليني في البدايه ابتدي باخبار اللجان. جميع اللجان بالنادي الاهلي يعني هتكون في راحه لمده اسبوعين، يعني من دلوقتي لحد يوم 15 يناير، ومن هنا لحد يوم 15 يناير هيقدموا مقترحات كتيره اللجنة العليا للجان عشان بعد كده اللجنة العليا يعني تختار المناسب من الاقتراحات دي ويعرضوها على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عشان بعد كده يبدأوا في تنفيذ جميع الأنشطة والخدمات اللي بيقدموها اللجان في جميع فروع النادي الأهلي الثلاثة في السنة الجديدة. ده بالنسبة للجان. بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم، الفريق الأول هيستأنف تدريباته النهاردة إن شاء الله على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون الساعة 2 والتدريب هيكون الساعة 3، وبعد التدريب الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه سونيداب في مباراه الاياب من دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. المباراه يعني مقرر ان هي هتقام بكره ان شاء الله يوم الثلاثاء في تمام الساعه 7 مساء على ملعب استاد الاهلي والسلام. وكمان خليني افكر الساده المشاهدين ان النادي الاهلي فاز على سونيداب بالنايجر في مباراه الذهاب من بطوله دوري ابطال افريقيا بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج اللي ظهر يعني بتالق كبير جدا في المباراه، ودايما يعني دايما متعودين عليه من اليو ديانج ان هو ما شاء الله يعني دايما بيظهر باداء ثابت ومتميز في جميع مبارياته مع النادي الاهلي. كمان الفريق الاول والجهاز الفني الطبي والاداري خضعوا لمسحه طبيه جديده امس عشان يعني يطمنوا اكتر على سلامه جميع اللاعبين قبل مواجهه سونيداب. وكمان خليني افكر الساده المشاهدين انه هيكون في ثلاث لاعبين يعني دايما بيكونوا متواجدين في التشكيله الاساسيه، محمد هاني اكرم توفيق ومروان محسن هيغيبوا عن مباراه سونيداب، لكن محمد مجدي قفشه ومحمود كهربا ان شاء الله يعني هيكونوا متواجدين بنسبه كبيره في قائمه الفريق بعد يعني ما اثبت تعافيهم من اصابتهم بفيروس كورونا. كمان النهارده يا نهاوند هيكون في اجتماع فني خاص بمباراه الاهلي وسونيداب. الاجتماع النهارده هيقام في تمام الساعه 1 ظهرا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني الاجتماع ده هيحضر جميع مسؤولي الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد الاتحاد الافريقي لكره القدم ومسؤولي الاهلي وسونيداب والطاقم الاداري، يعني كل ده هيحضر في الاجتماع الاتفاق على جميع الامور والتفاصيل المتعلقه بالمباراه، وكمان يعني الاتفاق على الجوانب التنظيميه المتعلقه بالمباراه يعني زي موعد وصول اللاعبين للاستاد او موعد الاحماء، يعني كل ده هيتم عليه اتفاق النهارده ان شاء الله في الساعه 1 بمقر النادي الاهلي بالجزيره. خليني بقى انتقل واروح لاخبار النشاط الرياضي وهبتدي الاول بالفريق الاول لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم. سيدات النادي الاهلي كانوا في راحه سلبيه امس والنهارده ان شاء الله هيستأنفوا تدريباتهم. الاول التدريب هيكون في الجيم الساعه 6 والتدريب الثاني يعني على الصاله هيكون الساعه 7 باذن الله. ده هيكون استعدادا للمباراه الاولى في تمهيدي دوري السوبر للسيدات، وده هيكون بنظام ذا بيست اوف 3 انه النادي الاهلي هيلعب ثلاث مباريات يعني في تمهيدي لدوري السوبر، والنادي الاهلي هيواجه نادي الترام. اول مباراه هتكون يوم 13 يناير وده هتقام يعني على صاله الشهداء بمقر النادي، والمباراه الثانيه ان شاء الله هتكون يوم 17 يناير ودي هتقام على صاله نادي الترام بالاسكندريه. يعني النادي الاهلي لو فاز في مباراتين من الثلاثه مفيش داعي ان هو يلعب المباراه الثالثه، ان هو هيكون خلاص يعني اتحسم ان هو تاهل لدوري السوبر للسيدات. كمان فريق الناشئين 15 سنه لكره السله امس توجوا بلقب بطوله منطقه القاهره بعد ما فازوا على نادي وادي دجله بثلاث اشواط مقابل شوطين، ويعني المباراه دي كانت مهمه جدا يا نهاوند في بطوله منطقه القاهره، والجهاز الفني امبارح اشاد باداء جميع اللاعبين وبالاصرار والقوه والعزيمه اللي كانت عندهم خلال المباراه، ويعني كل الصفات دي والسمات دي يعني بتعكس شخصيه النادي الاهلي دايما بتظهر في جميع المباريات المهمة والمواقف الصعبة.
كمان خليني انا كمان ابارك لجوهره وبنت النادي الاهلي هنا جوده ومحمد البيلي بعد حصولهم على الميداليه الذهبيه في بطوله الجمهوريه لتنس الطاوله امس. يعني بنفتتح هنا هوند وكريم بنفتتح السنه الجديده وبنبتدي السنه الجديده بميداليتين ذهب في تنس الطاوله وبطوله في كره الطايره. ان شاء الله كمان الفريق الاول لكره القدم بكره يفرحونا ويفوزوا على سونيديب ويتاهلوا للدور 16 من بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني انا معاكم طبعا على مدار اليوم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. انا هسالك قبل ما نختم معاكي بس يا سالم، اخبار الجو عندك ايه دلوقتي؟ يمكن انا وكريم اول ما نزلنا ان احنا بننزل بدري جدا الجو كان يعني كويس، معرفش دلوقتي هل في برد ولا لا عشان برضو نطمن الناس اللي نازل من بيته ويبقى عارف. والحاجه الثانيه اخبار المرور ايه دلوقتي، الحاله المروريه في محور النادي عندك برضو؟ اتفضلي. يعني انا هوند في الفتره الصباحيه هنا في النادي يعني بسبب انخفاض درجه حراره طبعا ما بيكونش في عدد كبير من اعضاء النادي، الاعضاء بتبتدي تتواجد في النادي من اول مثلا الساعه 12 او 1 الظهر، يعني بيكون الجو يعني اتحسن شويه واختلف عن الاول. كمان يعني بيبقى في ناس يعني رياضيين واعضاء بيبقى عندهم تدريبات في الصاله ومجمع حمامات السباحه فبيكونوا متواجدين اكتر يعني بعد الظهر على الساعه 1 او 12. لكن بالنسبه للجو دلوقتي يعني الجو برد شويه، في شويه هواء لكن يعني يعتبر برده كويس، بس الاعضاء يعني بتبتدي تيجي من بعد الساعه 1 و12 الظهر. جميل جدا يا سلام، نشكرك جدا انا وكريم، شكرا ليكي.